أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج أخبار البلاد. في حلقتنا اليوم عندنا عدد من الفقرات. في الأول عندنا تقرير ميداني في مركز بنغازي الطبي قسم التدريب والتطوير، ومن ثم عندنا لقاء مع فنان التحنيط والتاريخ الطبيعي الأستاذ هيثم بن سالم في فقرة ضيف ملف. ولكن في الأول نخبركم في فقرة من البلديات. في الخبر الأول مشاهدينا، تنظم الجمعية الليبية للأداب والفنون أصدقاء دار حسن الفقيه للفنون أمسية شعرية للشعراء الشباب تحت عنوان أصوات شعرية شابة بقاعة عبد المنعم بالناجي دار حسن الفقيه حسن للفنون. يأتي ذلك في إطار الأنشطة الثقافية للجمعية، بينما تستضيف هذه الأمسية جهاز إدارة المدن التاريخية فرع طرابلس. أكد رئيس قسم المنظومة ومراقبة المخزون بمركز طبرق الطبي الدكتور عبد الناصر الدارة وصول مواد ومستلزمات الغسيل الكلوي من جهاز الإمداد الطبي بمدينة البيضاء إلى قسم الكلى بالمركز تكفي لألف غسلة، مشيرا إلى أن قسم الكلى بالمركز يعاني من نقص شديد في مشغلات غسيل الكلى. وفي الخبر الأخير مشاهدينا، نظم مكتب الجودة وتقييم الأداء بكلية الآداب في الزوارة ورشة عمل بعنوان معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي والتخطيط الاستراتيجي. يذكر أن الورشة شارك فيها عضو المجلس البلدي زيتونة معمر وعميد كلية الآداب الدكتور شوقي معمر، وشهدت الورشة تفاعلا من الحضور المستهدف المتمثل في رئيس قسم الشؤون العلمية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ومديري المكاتب ومجموعة من الطلاب. مشاهدينا ننتقل الآن إلى تقرير ميدان. أهلا بكم مشاهدينا في مركز بنغازي الطبي. اليوم خصصنا حلقتنا كما قلنا لكم في الاستوديو لمركز التدريب والتطوير في هذا المركز. نحاولوا نشوفوا شنو الإمكانيات الموجودة عندهم، شنو النواقص برضو اللي يعانوا منهم، يعني أكيد عندهم نواقص معينة، إمكانيات معينة ناقصة. حيكون معنا لقاء مع مدير مركز التدريب والتطوير، وحيكون عندنا لقاء مع أستاذ خليل بويدن وهو مدير مكتب الإعلام في مستشفى 1200 وهو مركز بنغازي الطبي. تابعوا معنا هذه الحلقة من مركز بنغازي الطبي. مشاهدينا الكرام، نحن موجودين قدام إدارة التدريب والتطوير، معنا الأستاذ خليل قويدر وهو مدير مكتب الإعلام بمستشفى 1200. أهلا بك أستاذ. أهلا بك أستاذة، وأهلا بقناة ليبيا الحدث في تغطيتهم للنشاطات والتدريب في مركز بنغازي الطبي، طبعا تحت رعاية إدارة التدريب والبحث العلمي. في الدور الأرضي فيه مكاتب الموظفين كما كيف ما نشوف في مكاتب الموظفين وقاعات التدريب. قاعات التدريب اللي فيها مجهزة طبعا بالكراسي والطاولات والمونيترز والأجهزة المطلوبة، فيها تقريبا 4 قاعات تدريب هنا في الدور الأرضي. فيها مكتب برضو مؤقت للزمالة الليبية. في قسم آخر في نهاية المستشفى قاعات تسمى قاعات المهارات السريرية، فيها دميز اللي هن مانيكنز، فيها نماذج تعليمية ممكن يتعلم عليها الطبيب، وممكن تكون أمور عملية تقوم عليها ورش العمل. فهذه إدارة تدريب يعني. طيب لاحظت الدكتور أن المكان يعني هادي وما فيش كثرة يعني متدربين، شنو السبب يعني ولا اليوم بس؟ لا هو طبعا المتدربين زي ما قلت لك، المتدربين بجداول
مش دائما في عندنا تدريب، عندنا احنا جداول تدريب، في عندنا تدريب للطلبة اللي هم في جامعة بنغازي كلية الطب بمختلف تخصصاتهم، عندنا تدريب للدراسات العليا اللي هي شهادة ليبية زي ما قلت لك، عندنا تدريب للموظفين، موظفين دايرين لهم دورات في الحاسوب وفي الإدارة، كذلك الإدارة والحاسوب وفي الأمور الإدارية، وأيضا في اللغة الإنجليزية، في اللغة الفرنسوية، في اللغة الإيطالية، في كلية التمريض، وهم كلهم شهادات عليا وأجانب، هم فلبينيين، في اللي عندهم ماجستير، في عندهم دكتوراه، وحاولنا أن نكون نديروا برنامج تدريبي للممرضات والممرضين. وللأسف ما نجحش البرنامج هذا نتيجة أمور مش عارف مالية، ما استوعبوش لا التمرير لم يستوعبوا أهمية هذا البرنامج وما كانش فيه قبول. يعني المشكلة من قسم التمريض موجود في المستشفى، مش من أول، حتى في نقص، مش من إدارة التمريض، حتى في نقص في التمريض. والبرنامج كان بعد الظهر لأن نتيجة لعمل الممرضين والتمريض فيه نقص أصلا، فبش تفرغ ممرضين يعني ما قدرش نقول كلها هو من جانب ولا من غفلة التمريض، يعني في عوامل كثيرة. يعني إذا كان في نقص في الممرضين يعني في الأقسام أكيد مش حيقدروا يجوا يعني ياخذوا دورة. إذا كان في نقص في التمريض ما تقدرش، والدورة طبعا تحتاج إلى أقل شيء إلى باش تكون مفيدة حتى ماديا. لازم من 15 إلى 20 متدرب يكون موجود. فالصعب إن أحيانا إنك تفرغ 15 أو 20 مرة في مرة واحدة. احنا طلعنا مشاهدينا من إدارة التدريب وتو ماشيين للمكتبة، يعني نقولوا مقابلات البعض. تفضل أستاذ خليل. ممر المكتبة. هذا كله المكتبة؟ هذا ممر المكتبة. لحظة دكتور. نعم. هذا بالنسبة لهذا ممر المكتبة طبعا، قسم المكتبة. هذه المكتبة اللي هي اللي فيها كتب وممكن يدرسوا فيها الطلبة والأطباء وكذا كذا، هذه فيها كتب. هل هذه المكتبة مفتوحة لطلبة الطب دكتور؟ طبعاً طبعاً مكتوبة مفتوحة لطلبة الطب. يعني هل في بطاقة ممكن؟ وفي بطاقات وخاصة لما أغلقت كلية الطب أصبح هذا هو المكان الوحيد اللي يقروا فيه طلبة الطب. صغير نحن توا دارينا طبعا دارينا فقط للسنة الرابعة والسنة الخامسة حتى يتمكنوا من انهم يقروا. حاولنا طبعا ان يكون حاول رئيس القسم ان يفتح المكتب في الفترات المسائية، قوبل ببعض المشاكل الأمنية زي ما انت عارف، وخاصة المشاكل اللي صارت في مركز بنغازي الطبي من انفجارات ومشاكل، فخلينا نحن الفترة محدودة يعني الساعة 2 توا، وفي العكس هم يقعدوا لعند 5. والجهة الثانية اللي هي المكتبة الإلكترونية اللي هي حتى فيها النت وفيها ممكن الطالب يطلع ويشوف. الدكتور عبد الوهاب البرشا أنشط واحد في قسم التدريب، هذا رئيس القسم الأكاديمي اللي داير برنامج، هو اللي داير برنامج مع إدنبرا مثلا من ضمن البرامج وبقية البرامج العلمية الأخرى تقريبا. تفضل.
في العموم يعتبر قسم الباطنة من أنشط الأقسام اللي دينا في الأنشطات التدريبية. يعني حتى الآن لو تمشوا المدرجات في أنشطة خاصة بمجلس العلمي لقسم الباطنة بمجلس خاصة طبية تحت إشراف إدارة التدريب. ففي العديد من الأيام العلمية على مدار السنة يقوم بها قسم الباطنة، منها هي ديما اي طبعا هي اطلاع اي هي اطلاع الاطباء باستمرار على الجديد في كل التخصصات، خصوصا ان بسبب تشعب التخصصات وكثرتها الطبيب ما يقدرش حدا باستمرار انه يلم بكل حاجه معتمد فيها على قراءته هو الشخصيه، فضروري انه دائما يتعرض للتحديث من قبل اخصائيين في المجالات المختلفه نفس التخصص. بالإضافة أن حتى بالإضافة أيضا في خلال 3 سنوات الأخيرة كان دائما عندنا رابط مباشر مع نشاطات من الكلية الملكية لأطباء إدنبرا بالمملكة المتحدة، يعني تقريبا تولى عند 7 أو 8 أيام علمية تم نقلها مباشرة خلال الفترة الماضية، وهذه ذا خلال باستخدام منظومة خاصة توفر فيها لنا الكلية الملكية عن طريق شبكة الإنترنت بالاتفاق معها من إدنبرا. طبعا هنا محاضرات حية في مدرجات غادي موجودة في جامعة إدنبرا، لكن تنقل تقريبا مباشرة، وتنقل تقريبا من 40 إلى 50 مركز حول العالم، منها المركز بنغازي الطبي، وتتيح حتى فرصة التفاعل المباشر مع المحاضرين. يعني ممكن عن طريق تويتر وعن طريق الإيميل في نفس الوقت، يعني لأن أنا يرد يقدر المسج حتبان قدامه ويجاوب إذا كان في أي استفسار. من 2014 بس خلال السنة اللي فاتت 2016 كان أكثر سنة قدرنا فيها ننقلوا أكثر من نشاط، أكثرها بسبب حتى ظروف الإنترنت، لأن معتمد على خط الإنترنت سريع، لأن هذا نقل بالفيديو. في السنة اللي فاتت في 2016 كان في تعاون، لا في 2016 كان أكثر نجاح تحقق بفضل تعاون شركة الجيل الجديد التقنية اللي توفر الإنترنت المستشفى، أنها كانت تزيد لنا في السرعة في الأيام اللي ننقلوا فيها. هذه قاعة المحاضرات الصغرى، وأحيانا تسمى قاعة الحمراء نتيجة الكراسي الحمر. وفيها مشاهدينا في نهاية جولتنا في مستشفى 1200 وجب علينا نحكم مع أستاذ خليل، ضروري يكون عندنا حلقات أخرى بخصوص مستشفى 1200. خاصة مركز مرض طبي يحتوي أقسام كبيرة جدا. شكرا لك أستاذ خليل قويدر مدير مكتب الإعلامي لمستشفى 1200. شكرا لكم، أتمنى لكم التوفيق وخلت لي بالحدث وجميع العاملين فيها بالمستقبل الزاهر إن شاء الله. مع السلامة. مشاهدينا الكرام يمكنكم وصلنا لنهاية حلقتنا في مستشفى 1200، ننتقل الآن إلى الأستوديو. ضيفنا اليوم في هذه الفقرة هو فنان التحنيط والعالم البيولوجي هيثم بن سالم. ضيفنا قام بعدد من الأعمال التحنيط في قسم علم الحيوان جامعة بنغازي، وصمم متحف خاص بالأسماك في القسم، وساهم أيضا في تطوير متحف التاريخ الطبيعي. طور من نفسه أكثر في حفظ النباتات، تعلم جميع الحفظ والتحنيط، وصنع النماذج التعليمية، مثال على ذلك حيوان منقرض يستطيع أن ينحت نموذج طبق الأصل للحيوان مثل الطائر الأركيو بتريكس والديناصورات. وكذلك هو فنان تشكيلي يجمع بين الفن والعلم، اتجاهه مثل اتجاه الفنان العالمي دافنشي. أهلا بك أستاذ هيثم. مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. طبعا انا اتشرف اني اكون ضيف عند حضرتك، شرف لنا سيدي، وفي برنامجك اخبار البلاد، واتشرف اني اكون في قناه مميزه لبالحدث، وهي اسم على مسمى، فهي في مستوى دائما الحدث. يعني
ان شاء الله. استاذ هيثم، يعني احكي لنا بدايتك مع فن التحنيط، من امتى بديت؟ يعني هي لي تقريبا من الثانوي ولا من لا الأداد؟ في الثانوي ما كانش تحنيط، كان مجسمات ورسم ونحت ونين. فكنت نصنع في النماذج العلميه من وانا في ثالثه ثانوي، ندير في المعمل الاحياء ونرسم في الاشياء العلميه، فنمزج ما بين الفن والعلم. لان سنه 2002 خشيت كليه العلوم قسم من الحيوان، فطبعا خذيت ماده اسمها تقنيه حيوانيه، كانت السمستر الثالث كي. فطبعا عطونا بعض الاساسيات في التحنيط والحاجات هذه، جزء بسيط يعني، وانا بنيت عليه يعني، خذيت البسيط وبنيت عليه. طب اول ما دخلت الجامعه هل كانت بنفس توقعاتك؟ يعني انت في البدايه كان عندك ديما خيال، اكيد خيالك يعني عندك خيال واسع بالعلم هذا وعلم البيولوجي وعلم الاحياء، فلما دخلت علم الحيوان اكيد كان عندك رغبه كبيره في يعني مزاوله العلم هذا. انا نشوف التلفزيون وفي نماذج تحنيط نقعد ديما نسال كيف حنطوا الشكل هذا، كيف داروه، قعدت تساؤل عندي، لان خذيت الماده هذه. وطبعا شنو الاستاذه اللي تقاري فينا خذيه، درت شغل مميز، درت لها هيكل عظمي، درت لها حيوان محنط، اول حيوان كانت حمامه ومجسم تاع ارنب مشرح، قد ما الطلبه يقتلوا كل يوم ارانب ويشرحوا ارانب، فدرت شنو نموذج ضخم للارنب المشرح ورسمت لها وسيله فوق النيف، طبعا هي ما طبطاش لكن درت رسم وسيله حاجات مشرحه ونيف، فنجمع ما بين الفن والعلم. خلاص بعد تم زملائي طلب يطلب مني في نماذج نوري فيهم كيف يديروا نماذج. نماذج يعني مودلز للحيوانات، موديل حيوانات محنطه، حفظ سائل، نماذج لكيف هذين يعني. حفظ السائل شو معناها؟ حفظ السائل هو شنو، في حيوانات ما ينفعش يتحنط كيف الخويات مثلا الاخطبوط والحاجات هذين، فنجيب سائل ماده اسمها الفورمالين ونخفف بنسب معينه، يا اما فورمالين يا اما كحول ايثيلي، بس كل حيوان له نسبه معينه من الكحول. ولازم تقعد دارسها يعني، كل حيوان لازم تعرف شنو النسبه المناسبه له. تختلف من حيوان الى اخر ومن شعبه الى اخر، يعني مثلا شعبه الفقاريات تختلف عن الفقاريات، ولا فقاريات حتى تنقسم الى طوائف كثيره، فكل حاجه لها المقدار نتاعها يعني. طيب يعني كيف، احكي لنا اخرى عن التحنيط يعني بالزيادة. ايوه بعد ونشوفوا على الشاشه برضو يعني نماذج للحيوانات المحنطه. أيوة. للفنان هيثم، يعني كيف تبدا تحنط، يعني كيف الطريقه؟ أيوة. ببساطه يعني بدون اسماء هيك غريبه علينا. باختصار يعني طبعا التحنيط بالنسبه للحيوانات الصغيره كيف العصافير هذينا، فاصغر لو عندي معرض ومستعجبين نستخدم طريقه شنو، الحقن. اها لكن طبعا هذا المعمل بتاع الجامعه، هذا المتحف بتاع متحف الجامعه، متحف هذا معمل في الحوش. ايوه تمام. هذا صقر اللي كنت، لا هذا برغيس من الطيور الليبيه، ما انا شنو نبي نوفر في المتحف الحيوانات البريه الليبيه اللي ما يعرفونش الطلب اصلا كيف صيد الليل وكيف الحاجات الاخرى. فطبعا وهذا واحد من الثعابين الليبيه، وتخيلت انه هو كينا شنو هاجم علي سمانه مسكها هني، فهذه التاليفه نحنط الثعبان بروحه ولا بروحه بعدين نلفها في بعضها. فطبعا طريقه التحنيط باختصار، الحيوانات المتوسطه الحجم كيف الحمام البط الوز الدجاج بهذه الاحجام، الارانب الحاجات هذينا، فطبعا اول حاجه نسلخ جلد الحيوان، نعزق الجسم اللي جوا وناخذ شنو الجلد. تمام. الجلد ندير له عمليه ديباغه بملح اسمه ملح بوراكس، ما نستخدمش في ملح الطعام العادي كما يستخدم بعض المحنطون، لان شنو تجفف الجلد وتخليه يابس وما يعرفش خيطه. صح. لكن ملح البوراكس فيه ثلاثة املاح، فيه كلوريد صوديوم وفي هذا متوفر هنا. متوفره في محلات المواد الكيماويه. فطبعا نطبغ الجلد وبعدين ندير نموذج شبيه بالجسم اللي انا رميته. وطبعا نخشش فيه اسلاك معدنيه. هذا تمساح؟ هذا تمساح في احد المحلات. نفق عنده تمساح، هذا المجسم اللي قلت لك عليه في الثانوي. ايوه درته في الثانوي. هذا درته في الثانوي. في الثانوي عشان ناخذ به درجات والمدرسه خذتها الترتيب الاول هذاك. اكيد نعامه ولا شنو المجسم؟ طائر التم الملكي. طبعا ضخم، وكان معاه الكتاكيت بتاعاتي طبعا. بس انا حجم ضخم الدحي، وطبعا الدحي مفكسه وطالع ملك كله نحت. كله نحت. نحت كله. فكنا نحكوا عن شنو التحنيط نحن. ونخشش الاسلاك معدنيه،
طبعا لو كان طائر نبي نخليه مثلا جناحاتها مرفوعات قيلك يباحتك يباحتك نتحكم فيها بالاسلات جوا. اها. وبعدها ندير الحشوه بتاعتها قطن مثلا الياف الكتان لنا اللي يديروا بها في الجعب هذينا اي يعني حاجه. يعني حضرتك تاخذ بس الجلد الخارجي. الجلد الخارجي. وتحفظ الحجم بتاعها. ايوه. وهذا احسن نوع التحنيط يقعد العمر كله بس في دولاب زجاجي مع نفتالين هوني. وطبعا نشوف لون الطائر، كانوا طائر لونه بني عندي ندور سلك لونه بني نبدا نخيط شنو الجلد. والخياطه تبقى فنيه ما يبانش كاينه شنو مخيط. ايوه. والعيون طبعا العيون الصناعيه تاع بني ليش؟ لان في المتاحف اللي باغا يبيعوا فيه واتيات مثلا تبي عيون صناعيه بتاع دجاج بتاع ديكرومي بتاع صغور واتيات مصنفات فهمتي. لكن انا ناخذ في البطش وفي سبحه وني ونحاول نجيب بقدر الامكان على قد امكانياتي نجيبه ونحط شنو نقرب الشكل الممكن. هذا بالنسبه للحيوانات شنو المتوسط الحجم. يعني اكثر حاجه هي تعبك هي العيون بس الباقي الامكانيات كلها موجوده معدات كلها موجوده على العيون بس ان مش متوفرات لكن حاول انا قرب لان اهم حاجه في التحنيط العيون. لما ندير مثلا صقر يبحث في الفريسه يفنص طبعا عنده التفنيصه كذا وبيهجم عليها كذا فلازم ندير النظره بتاع العيون اهم من التحنيط كله فنحاول نجيب على قصد الامكانيات المتاحه عندي نجيب اقرب شكل ممكن. بالنسبه للحيوانات كيف مثلا حولي او خروف او حتى فيل يعني حاجه كبيره نسلخ الجلد نفس الكلام لكن شنو ندير ناخذ الجسم اللي انا عزكته ندفن نصه في غنه ونص الاخر خليه شنو باين. ندنا بزيت سيارات ونصب عليه شنو جبس. نخلط جبس في ميه هوني ونحط عليه الالياف هذين هوني نكون قالب نص الاول. ايوه. بعدين نقلب الحيوان الجديد نكون شنو نصفين قالب. أيوة. بعدين نصب جوا شنو جبس ونفك القالب يطلع شنو نفس الشكل بالضبط. نفس الحيوان بعضلاته بالتشريح بتاعه. هذه اسهل طريقه. خلاص يجف نبدا نركب عليه شنو الجلد ونخيط بدقه. طبعا نبي مثلا لو حنط كبش نبي مثلا قيريك قيريك نبي مثلا لو بنحنط حصان نخليه مشبي مثلا بالوضعيه لان يعني نبي نقدر شنو هو راقد على رمله على الجنب نحدد كيف تقدر تحددها وتخلي الجبس يعني ينزل عليه. ايوه نخشش طبعا طبعا الحيوانات كبيره نخشش فيها الحديد بتاع السليته بتاع البانيوني. فبالمناسبه يعني الحديد السليته والتلول هذينا ديما نلف في الشوارع نلقى تل نلقى عجله نلقى حاجه نجيبها ونخزن عندي فنشتغل به. يعني. تمام. طيب احكي لنا عن يعني بعد ما تخرجت شنو كيف بديت يعني تتخصص في العلم هذا؟ طبعا انا الفتره هذه كلها كنت نكسب مادين من الحاجات هذينا. كيف بديت يعني تكسب؟ طبعا بعد سمسة هل الاهل يعني كانوا معارضين شيء هذا؟ اكيد شويه يخوف يعني حيوانات ناقصه. قال لهم فيلم رعب في الحوش. اكيد. خيال فيلم خيال علمي في الحوش. فشنو حتى لما يحقوا فيلم رعب في بسي اكشن بتاع حاجات محنطه هاي في مشوهك فشنو طبعا في البدايه كان الموضوع شويه كذا لكن بعدين لما لقوني انا مصمم وحابب الشيء هذا وفي نفس الوقت الناس كلهم يساعدوا يعني في اللي يقول لك هاك شجع عندي عصفور ميت عندي حمام ميت نافقه هي لازم تكون نافقه يعني لازم تكون ما قالوا قتل الحيوانات حرام ما نبيش انا نقتل روح فشنو يعني انت سالت شيوخ على الموضوع انا من قتل الحيوان في حاله واحده في المعمل غادي لما يكون تشريح مثلا حيوان نادر بيدرسوا عليه ناخذ وحده عينه وحده نضحوا بها يتعلموا عليها الطلبه هوني لكن الحاجات الاخرى لا عندنا الاصداف انا كان معروض على الشاشه حتى كذلك جمعت اصداف يعني كم صدفه؟ 100 صدفه تقريبا تقريبا فوق ال 100 صدفه طبعا شنو الاصداف نجمع فين؟ ليش؟ عشان نبي نصنفهم ونديرهم في كتاب وفي نفس الوقت تبقى في المتحف للباحثين مثلا عندنا موجودات في المتحف الجامعي موجودات عندي في الحوش انا موتي حاجه واجده في المعمل نتاعي عمتا ما نغدو المتحف نشيلها كلها المتحف ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هذا كل المعمل تو موجود عندك في البيت في البيت لكن يعني منطقه الليثي تعرضتوا للنزوح نزحنا فجاه
فطبعا خذيت الكتب المهمه بتاعتي اللي ما نلقاش من النسخ. خذيت حوالي 10 كتب اللي متعوضنش يعني في اللي جايب من مصر هوني وعدي واستودعت الله في المعمل في الحوش الحيوانات المفترضه والحمد لله تحرت وهدينا ولقيت حاجتي ولقيت حاجتك في حاجتك قاعده ولن... لكن حكيت لي ان في بعض الحيوانات اللي ما اكملتش التحنيط بتاعهم فطبعا عندي هذاك الوقت قبل النزوح حنط في حيوانات وجدات استعدادا امتى ما نردوا المتحف نبدا شنو نشيل الموضوع ونفتك منهم. وفي طبعا عندي فريز مخصص نحط فيه في الجثث بتاع الحيوانات ثعالب وضبع والعصافير هذينا بالمئات المهم فريز مخصص بالكلام هذا. فطبعا ما لحقتش حنط جزء كبير وفي جزء كبير قاعد في الفريز نزحنا وسيبنا نقول ان شاء الله الضي ما يقطعش عاود قعدت. فطبعا روحنا الجنان متعفنات والجنان نايم خلاص فطليت انك انت ترميهن كلهن ما شاء الله رميت الفريز بكل الفريز معاه اوبيا بقت. فطبعا الحيوانات اللي انا حنطن قبل النزوح وفي من طائر الحجل وهم الطيور الليبيه الطلب يسمع الحجل لكن ما يعرفوش خاصه ان قسم من الحيوان اغلبها طالبات انت ممكن طلبه يزردوا ويسمعوا عن طائر الحجل يشوفوا صح. فشنو لقيت في طبعا لما نزحت فجاه في طبعا ناس ما يقولها بق الفراش هذا وفي كيف السوس هذا ياكل في الري يتغذى على الريش الريش لانه فيه بروتين مفيد له. فلقيت طبعا الريش متاكل المفروض الحيوان بعد ما تحنط لو يبي يقعد العمر كله ينحط في داخل دولاب زجاجي وفي شنو حبوب النفتالين وحبوب النفتالين تغير كل 6 شهور. يعني حبوب النفتالين كل 6 شهور يعني تغير حيقعد العينه ديما محفوظه تقعد بهيئتها بنفس شكلها كانها من يعني توك تحنطت. ايوه فنرد لك بدي على قصه ان استفدت مدين. فطبعا هذاك الوقت كنت قبل ما توظف هني كنت نبيع للعينات في الطلبه ندير في عيد يسلمون بعدين يجوا شنو يجيبوا فيه في المتحف يعني قعدات في القسم قاعدات في المتحف. فطبعا كان برا الجامعه طبعا. بعدها خشيت شويه هيك على قلت نرد الموهبتي القديمه في الثانويه اعداد المجسمات الحفريات وني. فطبعا تميت نسافر مصر نجيب في الكتب تاع الديناصورات مش تحكي لي على الديناصورات لا نبي الكتب اللي فيها الصور التشريحيه من برا تاع الجلد وتفاصيل الجلد وانواع الديناصورات وعدد الاسنان كم وعدد الحراشيف كم والاصابع نبي تفاصيل ما في حاجه لازم يدرسها الفنان التشكيلي وفن التحنيط حاجه اسمها التشريح الفني اللي هو العضلات تفاصيل العضلات والشكل الخارجي في الانسان والحيوانات يسموا فيه التشريح الفني. فطبعا اول مجسم طبعا الطائر الاركيوباتريكس في تقريبا يمر في كل منهج وخاصه في علم الفقاريات والحاجات هذه فالطالب يسمع عن طائر اركيوباتريكس طبعا هنا في طيور وجدات منقرضه تنتهي بكلمه باتريكس واحده من لانها انقرضت لا لانها من الزمن هذاك من الحقبه الحقبه اللي كان فيه الطائر الاركيوباتريكس. فطبعا اركيوباتريكس اهم طائر يدرسوا عليه ليش؟ لان هذا يعتبر الحلقه المفقوده في تطور من الزواحف الى الطيور. فطبعا يجمع ما بين صفات الزواحف والطيور كيف مثلا الاركيوباتريكس يحتوي على اسنان الزواحف عندها اسنان لكن الطيور الحديثه تو ما فيهاش اسنان الزواحف عندها ذيل الاركيوباتريكس عندها ذيل فجمع بينهم يعني كان يعني تحكي تقول لي هذا زواحف ولا طائر يجمع بين فاضل كانت الحاله فقلت ندير لم مجسم. فطبعا درت مجسم لازم تشوف صوره طبعا من جوا وشكلها الصوره تاع متعبه كانت ليش؟ لان تو الديناصورات والطيور هذينا مش الصور الحقيقيه هذينا اجتهادات علماء تو الاركيوباتريكس لقيت تجي 100 صوره ولا كم 100 لون. فانا نبي ندير اركيوباتريكس يعني نحاول نقرب ما بين هذينا كلن في اللون في اللون في اللي قال هذا ريشه ازرق في اللي قال ريشه ما بين احمر وكذا كل واحد على حسب يعني الحفريات اللي لكن يعني الشكل ثابت من الهيكل العظمي اللي وجدوه شنو في المانيا. وطبعا الطير هذا ما وجدش النماذج بتاعه الا في المتاحف الكبيره ما في امريكا في استراليا فني لكن في ليبيا ولا الوطن العربي ما شفتش او سمعت انه في طائر مجسم الاركيوباتريكس. وبالنسبه للنماذج في مشروع تخرجي نتذكر صممت نموذج للطلبه بحيث انهم صممت 4 نماذج طبعا شنو ندرسه في الاجهزه اللي داخل طائر الحمام.
فطبعا في جهاز التنفسي الحمام في الاكياس الهوائيه، لما شغل حمام الاكياس الهوائيه مش باينه. فانا درت مجسم ضخم وطلعت منه شكير منفوخات فهذه الاكياس الهوائيه اللي تساعد الطائر على شنو الطيران على الطيران. ودرت مجسم الجهاز البولي وتناسل الذاكره الحمام والانثى الحمام. كيف تديرها هيثم المجسم؟ يعني هل تشوف بعينك الحمام كيف يدير ولا بتقرا عليه ولا كيف؟ لا نقرا قبل ما ندير مجسم نجمع عليه معلومات، نشوف صور ونبدا نبني عليه بعده طرق، اسلاكنين مثلا وعلى حسب الخامه اللي عندي. يعني مثلا وحده من مرات نبي طين نشتغل عليه، ما عنديش طين شندير، نجيب مثلا اوراق جرايد ولا نجيب ستيكات دحي نفتتها نقعها في ميه 3 أيام ولا 4 أيام بعدين نطلعها ونبدا شنو نعجنها بيدي ونحط لها كوله تبقى شنو عاج ماده بتاع النحت ونشتغل عليها. تشتغل عليها. ايوه ممكن ندير قطن نلبسها كلها بقطن ونزوقها بكوله وزواق تبقى يبسك كاينه ما نديرها بجبس. فندير طبعا في المهم يوصل للنموذج بالشكل التشغيلي يدرسوا عليه الطلبه. هل اخترعت طريقه خاصه بك اكيد من كثره استخدامك؟ بالنسبه للتحنيط طبعا انا تبعت فيديوهات الامريكان والاسترالي حتى المصطلحات اللي يقولوا فيه فلو طبعا وانا نتعلم منهم ما مش فاهم، لكن بعدها خلاص بعد من كثره مئات الفيديوهات فلاحظت ان التحنيط واحد لكن كل محنط له اسلوبه الخاص. اسلوب نتاعه هو في الطريقه نتاعه في والتحنيط كيف يوظفه، بعدين كيف الكاتب والاديب الكتاب اساليب الكتابه واحده لكن كل واحد عنده اسلوب. يقول لك هذا الكاتب حتى ما كتبش اسمه يقول لك الكاتب فلان فلان. طريقه كتابته. ايوه. فانت اخترت شنو النظام؟ النظام من هنا شنو؟ تو هذه لو تحكي لنا عليها العصفوره عصفورتين. طبعا هذا في حلاق جارنا عنده العصفورتين النفقات دز لي مع اخويا فقلت شندير تميت مع خلاص العصافير حنط وجدات في المتحف كاسلوب علمي اللي بنطلع هنا من تحنيط نالف قصص على اساس شنو كاينه من جارات يدون مع بعض هني هذا اللي هذه اللي فوق واللقطه يعني جارات النقطه هيك الوضعيه هذه انت تثبتها عليها نثبتها كيف ما نبي. هذه اهم ميزه في الفن التشكيلي وفي التحنيط بالذات لازم نحط الشكل اللي انا ننحته ولا نديره كاينه يتحرك كاينه حي. كانه حي. طيب نشوف مع بعضنا درس يوضح كيفيه تحنيط هيكل عظمي للحمام من قبل الاستاذ هيثم بن سالم. لكي تبرد بعد ما تاكدنا انها تم برد هذه الحمامه طبعا نبي ننبه على حاجه كيف نتاكد ان الحمامه تم استواء او كما نقولوا بالعاميه طابط ولا لا. طبعا وهي في القدر نضع الشوكه هكذا هذا اختبار تصبح الحمامه بهذا الشكل اللحم يصبح من الصعب نزعه فلذلك نجعل الحمامه تطهي جيدا حتى لا تتحلل الغضاريف وتتفكك العظام اي الكائن نجعله يستوي ولكن نصف سواء وليس طاهي كامل. يعني الان نبدا في مرحله نزع اللحم اول خطوه نقوم بها نقوم بنزع الارجل بهذا الشكل حتى تسهل يسهل علينا الشغل بهذا الشكل. طبعا نزع عظام الأرجل تكون بحذر حتى لا تفكك عظام الحوض. الخطوه الثانيه نقوم بنزع اللحم من ذات الحجم الكبير نقوم بنزع العضلات الصدريه بهذا الشكل. فرشاة غير معبأة باللحم لأن أغلب اللحم متزعل. يعني نشوفوا مع بعضنا مشاهدينا كيفية تنظيف الهيكل العظمي. طبعا استخدمت الفرش هنا أستاذ هيثم. أيوة طبعا الهيكل العظمي للحمام مثلا والحيوانات الصغيرة والمتوسطة في الحجم وني
فطبعا لازم نحول لحم على قد ما نقدر بيدي وني، بعدين نستخدم الفرش، بعدين شنو اللحم الصغير بالفرش، وبعدين مصمص بالفرش مصمص وهكذا. يعني شغلة متعبة، تاخذ وقت. تاخذ وقت، لكن تبي واحد يحب الشغلة، يحب الشيء هذا. وبعدين باش تطبخ فيه؟ هذا ماء الاكسجين يبيعوا فيه في السيديريات، هذا شنو يبيض العظم، يخلي لونه ابيض ناصح. ولازم نحطه في حفاظه وفي مكان مظلم عشان الماء الاكسجين في الضوء التفاعل تاعه قليلك في الظلام تفاعله يكون كبير مع العظم، يعني فيبقى ابيض ناصح. يستخدم في الجروح هذا ماء الاكسجين. ايوه وبعدين شنو ندير لها العمليه؟ ايوه بعدها خلاص تجف، بعدين نبدا نرتبها على قاعده ونبدا شنو بخيوط. عندي طبعا كيف اللوحه كي ندير لها خيوط، كاينه تطير حتى هيك العاد ندير كاينه في حركه. ندير لها قصه يعني. قصه عرفتي مسرح العرائس مش فيه خيوط. أيوة. نفس الطريقه اللي عند ما خليها يومين عند ما تجف خلاص تقعد بالوضعيه هذه. تقعد خلاص. أيوة. يعني تثبت بالوضعيه. ايوه طبعا لو حيوانات ضخمه كيف حصان ولا حاجه هني هذا نخليه شنو مدفون. في قصه طريفه للنعامه جبتها. نعامه. طبعا في واحد من اصدقائي عرفني نحن، طبعا انا كل ما نقابل اصدقاء جدد وني نقول لهم طحنيط نحنط كذا بغاوت شنو نقول مرات عندهم حاجه هيك وصدفت واجد معي. صح باه كويس. فهذا صاحبي ما نعلمش انه هو عنده مزرعه فيها الحيوانات النادره وني. فطبعا قال لي اتصل بي في يوم ما قال لي تعال عندي نعامه نافقه. وين في مزارع فينيسي يعني. فمشيت له خذيت على اساس نبي نحنطها. تمام. الطحنيط كطحنيط. فطبعا لما خذيناه لقينا الريش كيف المنتف وني، فطبعا اهم حاجه في تحنيط الشكل الجمال الخارجي باش نديرو له. فطبعا قلت نديرها هيك العظمي، فطبعا شنو لقيتها ضخمه. باهي تفضل تفضل. في دقيقه مازال بس عندنا دقيقه واحده. تفضل. فلقيتها طبعا ضخمه ونحن الاربعه ما قدرناش نشيلوها، محوطك ما حطيناش يعني اربعه ما قدرتوش تشيلوها من الضخامه بتاعتها. فطبعا انا روحت الساعه 11 او 11 في الليل هيك حطيته عندي الوالد يرقد وينوض 2 في الليل ولا نيض يطلع الساعتين قيام الليل وني. المهم يفتح الماء ويلقى النعامه فنوض الحوش قال احسبها جايه من الفضاء ولا لي. باهي المتحف لو حكينا عن المتحف تاع يعني في قسم علم الحيوان يعني تدمر ولكن مازال يعني شويه محتفظ بالحيوانات. انت شفت منا صور يعني نقدر نشوفوه مع بعضنا. يعني هل مازال الموجودات هذنا يعني على حسب الصور هذينا هذينا مازال قعدات. هذا الدولاب حتى في العينات. وعندك برضه في البيت يعني درت معمل في درت متحف خاص بك. تو في الحرب هذه وحتى في النزوح هني درت اهم خطوتين. الخطوه الاولى وفرت عينات. ثاني خطوه طورت نفسي لابعد حد عشان نبقى جاهز امتى منغد ونبدا نشتغل طول نخلي المتحف احسن من الاول ان شاء الله. شكرا لك استاذ هيثم بن سالم فنان تحنيط والتاريخ الطبيعي. مشاهدينا الكرام شكرا للمتابعه والى اللقاء.